26 مارس 1973 انضمت السلطنة إلى عضوية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي. انضمت السلطنة إلى عضوية مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. 26 مارس 1984 اختتمت فعاليات دورة كأس الخليج 7 لكرة القدم التي استضافتها السلطنة، والتي انطلقت في 9 من نفس الشهر. وتم في هذه الدورة وللمرة الأولى اختيار تعويذة خاصة للدورة، حيث اختارت اللجنة المنظمة حيوان المها الذي تشتهر به دول الخليج عامة وعمان وقطر بصفة خاصة. وفي هذه الدورة حصل نجم المنتخب العماني الراحل غلام خميس وحسين سعيد من منتخب العراق على جائزة أفضل لاعب. الـ26 مارس 1990 احتفى المنتدى الأدبي بمرور 500 عام على رحيل الشاعر العماني سالم بن غسان الخروصي المعروف باللواح. وشارك في الاحتفاء عدد من الشعراء والأدباء. اللواح الخروصي من شعراء عمان بين القرنين 9 و10 الهجري. ولد في وادي بني خروص واشتهر بلقب اللواح. عرف بشغفه للعلم منذ نعومة أظفاره، ورحل في طلبه إلى نزوى وأقام فيها، حيث اشتهر بنظمه للشعر. الـ26 مارس 2011 بحثت السلطنة وإيران تطورات الأوضاع في المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، واستقبال معالي علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران.